مرض في 2002 بالسكر، ضرب لي العوينات، ضرب لي القلب، بقاو لي الكلاوي حتى هما جدهم. دابا تقريبا عامين باش خرجوا لي الدياليز، ولكن هنا يالله بديتهم هذه 6 شهور والحمد لله، شويه الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هذا الشيء اللي كنقوله. اللي جات من عند الله مرحبا بها، هذا الشيء اللي كنقوله. من وراء الدياليز واش كتحس؟ الحمد لله كاين تحسن الحمد لله. قبل فين كنتي كتعالج؟ ها؟ قبل فين كنتي كتعالج؟ ولا مباشرة جيتي؟ لا كنت كنعالج في واحد الكلينيك. شحال؟ واحد 3 شهور. علاش الفلوس؟ لا علاش محسنين تكلفوا بيا. من بعد طاني الطبيب ورقة جيت للجمعية. الحمد لله. باقا بلادنا زينة. الحمد لله والشكر لله. شنو خاصكم؟ وما خاصنا من ناحية المعالجة، الدريات قايمة بالواجب. كانت ضرانا غير ديك 300 درهم في السيمانة، الحمد لله. شحال مرة كديري في السيمانة؟ 3. يعني 100 درهم الحصة؟ 300 درهم وترونسبور 90 درهم، قول 400 درهم في السيمانة. يعني 100 درهم الحصة؟ و 15 مشية و 15 مشية. إن شاء الله خصها تحي تكون مجانية. إن شاء الله. الله يخلصهم. الله يجعل ربي يخلصهم. الحمد لله. حاجة ساليتي الحصة ديالك ديال ديالي، شحال مرة كدير ديالك في الأسبوع؟ كندير 3 مرات. السبت والاثنين والخميس. إيه 3 مرات. يعني كدوزي حياتك في الديالك. ايوا هذاك الشيء اللي قسم لينا الله. متى تصابيتي بهذا المرض؟ دوكا غادي في 5 سنين. شنو أثر لك عاوتاني؟ وما حاسه ما والو، ملي طحت مريضة طحت، ملي داوني دوزو ليا كيقول لك عندك فقر الدم، عندك هذا، يدوني يخليو هذا الشيء يمشي يدوني لطبيب آخر. واحد الطبيبة هي اللي قلعت ليا المرض ديالي. صافي مشيت ديريك لميريزكو. كيفاش جيتي هنا لأساس الأمان؟ وا جانا قاصح في، كنت نعس أنا في كلينيك، ما عاقلاش نعس في كلينيك، ملي جيت لهنا للمركز. خاص من ناحية الثمن؟ إيه، وا الفلوس ماشي ساهلة. ولكن كيف كتحسي؟ كنحس بيه مزيان. اش كيتعاملوا معاك؟ تعاملوا معنا البنات مزيان. تقولوا هذيك 100 درهم تحيديها. ايوا 100 درهم ما تعرف. مزيانه. ايوا تعرف كل شيء. ماشي سهله. راه كتجيك الدواء، كيجيك التحاليل، كيجيك ما ماشي سهل، كيجيك الدم، كيجيك ماشي سهله. والحمد لله. الحمد